السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في آية وحكاية من كتاب أسباب النزول، وهنشوف النهاردة من ضمن يعني مش عايز أقول هي سبب نزول، لأن هي ابتكار وردت في بني إسرائيل، فنزل القرآن ليحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في هذا السبب. فمش حاجة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية كسبب من أسباب النزول، لكن هي بتسمى مناسبة نزول، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيحكي للأمة ما حدث لهذا الراهب بسبب تلك القصة التي سنحكيها لكم في هذه الليلة المباركة. قال جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر، يعني الإنسان لما كفر قال إني بريء منك. مين اللي بيقول كده؟ ده الشيطان. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما، الرجل دوت والشيطان، أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الله أكبر. القصة باختصار شديد جدا إن كان في واحد في بني إسرائيل اسمه برصيص العابد. برصيص العابد ده الرجل ده كان يضرب به المثل في العبادة، كان ما شاء الله ليل ونهار ما بين قيام وصيام وذكر لله سبحانه وتعالى، لدرجة الناس كان ممكن الواحد مثلا يثق في هذا الإنسان أكتر من ثقته في أخوه اللي ولدته أمه وأبوه. كان عند الناس ثقة فيه غريبة الشكل، إنه كان فعلا كان إنسان عابد وكان إنسان فاضل وسيرته كانت سابقة في كل مكان، وكان ليل ونهار في العبادة. في يوم من الأيام ثلاث شباب من بني إسرائيل لما سمعوا نداء الجهاد أرادوا أن يذهبوا ليجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، بس كان عندهم مشكلة. إيه مشكلتهم؟ إن كان ليهم أخت وكان الأب والأم ميتين، وليهم أخت جميلة جدا، فكانش ينفع يسيبوها في البيت لوحدها. فقعدوا يفكروا نعمل إيه، نوديها عند مين؟ لا لينا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا لينا أقارب ممكن نحفظ أختنا عندهم، ولا الأخت حتى متزوجة نقول مثلا أدينا سايبينها مع زوجها، ولا ممكن نسيبها لوحدها، ما ينفعش، لأن الناس كان أخلاقهم فاسدة في هذا الزمان. نعمل إيه نعمل إيه؟ الثلاثة قعدوا يفكروا لحد ما هداهم تفكيرهم إن هم يسيبوا الأخت الطيبة ديت عند عابد بني إسرائيل اللي اسمه برصيص. قالوا طبعا ده إنسان يعني إحنا بنثق فيه أكتر يعني من نفسنا، ممكن ده حافظ على أختنا أكتر ما احنا نفسنا نحافظ على أختنا. فراحوا البرصيص العابد، شوف مداخل الشيطان عاملة ازاي. راحوا البرصيص العابد قالوا له يعني احنا يعني بنسأل حضرتك أو بنطلب من حضرتك طلب يعني غالي جدا، وعمرنا ما هننسى الجميل ده أبدا، إن احنا عايزين نروح نجاهد في سبيل الله، وربنا يجعل جهادنا يا رب في ميزان حسناتك، لكن عندنا أخت وما ينفعش نسيبها لأن ممكن تكون عرضة لأي فتنة، واحد يتعرض لها أو أي حاجة، فانت خليها عندك. قال لهم مش ممكن، ورفض الطلب تماما وقال لهم لا يمكن، وانا لا اعرض نفسي لهذه الفتنه. بص ما دخل الشيطان عامل ازاي، لا يمكن اعرض نفسي لهذه الفتنه ومش ممكن ابدا استقبل واحده عندي وانا عايش لوحدي. قالوا له احنا كلنا ثقه فيك، واحنا ما بنقولش ان هي تقعد معاك في نفس البيت او نفس الغرفه، طبعا ده مش ممكن ابدا، ولا احنا حتى نوافق. احنا كل ما في الامر ان احنا هنستاجر ليها صومعه او غرفه قريبه منك جدا، وهنديك فلوس لمده مثلا تكفيها شهرين ثلاثة أربعة لحد ما ربنا يكرمنا ونرجع من الجهاد، وانت كل اللي هتعمله بس زي ما بتحضر أكل لنفسك جزاك الله خيرا، حط أكل ليها في صحن كده أو في طبق أو في أي حاجة، وحط الصينية قدام الغرفة بتاعتها وخبط وامشي على طول، وتقعدش خالص بمرة، بس مجرد فقط ان انت ايه من آن لآخر تطمن عليها، لا يكون في حد مضايقها حد بيتعرض لها، يعني ربنا يجازيك عنه كل خير، واعتبر دي زي أختك. يعني بعد إلحاح شديد جدا جدا، وبعد ما قالوا له الدنيا أمان ومفيش أي مشكلة خالص وهي بعيد عنك وعمرها ما تخبط عليك، ولا حد ممكن في يوم من الأيام يتهمك لا في دينك ولا في عرضك ولا في أخلاقك، يعني الدنيا أمان مفيش مشكلة، فاطمن. قال لهم طب خلاص تحطها في مكان لوحدها، ما تخرجش أبدا من المكان دوت، تفتحش الباب ابدا، ما تجيش تخبط عليا، ما تحاولش ان هي يعني من باب حب الاستطلاع ان هي تحاول تتكلم معايا. أنا كل يوم هحط لها الأكل ثلاث مرات قدام الغرفة بتاعتها، تستنتظر لحد ما أخبط وبعدين أمشي، وبعد دقيقتين ثلاثة تفتح تاخد الأكل وتاكل، وبعد ما تخلص تحط الصينية بره، وأنا كل يوم هعمل معها كده لحد ما أطمئن إن أنتوا رجعتوا وخدتوا الأمانة بتاعتكم.
قالوا له جزاك الله خيرا. راح الثلاثة للجهاز، والبنت الجميلة ديت قعدت في الغرفة دي لوحدها، وبدأ الشيطان يشتغل على برصيصة واحدة واحدة. ربنا بيقول ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ذكي جدا وصبور جدا جدا، يا ريت احنا عندنا صبر الشيطان. تخيل بقى لو عندنا صبر الشيطان كنا كلنا من اهل الفردوس الاعلى. هو عنده صبر، بس صبر على الشر مش على الخير. احنا ممكن يكون في ناس كتيرة مننا ما عندناش صبر على الخير. مين فينا عنده صبر على قيام الليل؟ مين فينا عنده صبر على قراءة القرآن؟ مين فينا عنده صبر على صيام النهار النوافل؟ مين فينا عنده صبر على انه يجلس جلسة كده طويلة ساعتين ثلاثة كل يوم بينه وبين رب يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ مين فينا عنده صبر على عمل الخير وخدمة الناس؟ يعني سامحني، بعضنا ما عندوش الصبر دوت. انما بقى الشيطان عنده كمية صبر عجيبة، عنده استعداد ان هو يخطط لك لإضلالك خلال 4-5 سنين، مش فارقه معاه. ممكن انا النهارده كداعيه لو نزلت مسجد خلال 2-3 شهور لو ما لقيتش مثلا في نتيجه وناس ربنا هداهم على ايديا، لا ده مش بتكلم عن نفسي، عن اي داعيه مثلا، واخد بالك، ممكن يتسرب الياس للقلب. الله، ده ما حدش بيستجيب، ما حدش بيسمع الكلام، ده ما فيش حد بيجي يحضر، فممكن يياس. الشيطان لا، الشيطان يفضل وراك مرة واثنين وعشرة ويوقعك في الذنب وتوب، ويوقعك تاني وتوب، لحد ما يلاقي ايه؟ ان هو قدر يتمكن منك. ده صبر الشيطان. فبدا الشيطان يعني يلبس عليه بعض الامور. طبعا هو كان كل اللي بيعمله حضر الاكل، يروح وعلى باب الغرفه يخبط خبطه وسيط ويسيب الاكل، وعلى طول يجري على ايه؟ على الصومعه بتاعته، وهي تنتظر دقيقتين ثلاثه لحد ما تطمئن ان هو مشي ودخل الصومعه بتاعته، وتروح فتح الباب واخد الاكل واكله، وبعد ما تاكل تحط الصينيه بره وتقعد في الصومعه بتاعتها تعبد ربنا وتذكر ربنا، وخلاص الموضوع بالنسبه لها وقف لحد هذا الحد. الشيطان يوسوس اليه يقول يعني انت راجل فاضل وراجل يعني لا يمكن، طبعا الشيطان كان بيتمثله في صوره بشر، يقول انت راجل فاضل ولا يمكن حد يشك فيك ابدا، وبعدين انت لازم تكون واثق من نفسك، انت اللي زيك لا يمكن يتاثر بمثل هذه الفتن ابدا، فانت يعني فيش مشكله برضو، ده من باب الذوق والاتيكيت وخليك يعني لارج كده تمام، وبدل ما تخبط كده مثلا وتقوم جاري وسيبها وكانك يعني بتنفر منها تمام، يعني خبط وانتظر لحد ما تفتح، السلام عليكم، وعليكم السلام، اتفضل الاكل، يعني من باب بس ان انت ايه تحسسها بالونس، وحتى لو لما تطلع لك ما تبصلهاش خالص، يعني غض بصر كده وبص في الارض كده وقول لها الاكل اتفضل حضرتك، الاكل يا اختي ربنا يبارك في حضرتك تمام. فبدا ايه العابد يعمل كده، خبط وبعدين هي تفتح ويبص في الارض ويقول لها الاكل ربنا يبارك فيكي بالهنا والشفاء، اي كلمه بقى كان بيقولها ويمشي. مرة تانية الشيطان قال له طب وإيه اللي هيضرك يعني إن أنت تنتظر لحد ما تاخد الأكل وتطمن إنها دخلت الأكل جوه وقفلت الباب، لحسن ممكن وأنت ماشي حد لا قدر الله يكون الباب مفتوح يوم داخل عليها يضايقها ولا حاجة. فبدأ ينتظر لحد ما إيه؟ لحد ما تقفل الباب وتدخل الأكل ويطمن عليها وخلاص. المرة التالتة الشيطان قال له طب يعني إيه المشكلة مثلا؟ دي إخواتها بقى لهم النهاردة 2-3 شهور في الجهاد، وحدش فيهم يعني بقى لها 3 شهور ما اتكلمتش كلمة مع حد، ده ممكن تتجنن، ده كأنها في سجن انفرادي. ايه المشكله؟ خش اقعد معاها ولا تاكل ولا تبص لها ولا اي حاجه بالمره خالص، كل ما في الامر ونسها كده، حسسها برضو ان ليها اخ بيسال عليها ويطمن عليها، شوف يمكن حاجه تكون مضايقاها، يمكن عايزه تحكي لك حاجه. فبدا يشوف ان الموضوع ما فيهوش مشكله وقال له طب وسيب الباب مفتوح مفيش مشكله خالص. قال له ماشي، ودخل فعلا وقعد معاها وساب الباب مفتوح وباصص في الارض، في حاجه مضايقاكي؟ في حاجه بتشتكي منها؟ يعني احكي لي اللي انت عايزه تقوليه، في حاجه تحب توصيني بيها؟ وبدأ الحال على كده. وصل الأمر واحدة واحدة إنه قال له الله أنت بتبص في الأرض على طول، طب حتى بص لها بصة واحدة عشان هي ما تحسش إن هي يعني إنسانة يعني لا تطاق إن أنت ما تبصلهاش خالص بمرة، فبصة واحدة كده بريئة، وأنت إنسان فاضل، ده أنت قلبك ما شاء الله يعني قلبك أبيض طايد رابس وزي الفل، يعني مش مشكلة خالص. فبدأ يبص لها فوجدها جميلة جدا ففتن بها، وبدأ يستغفر ربنا ويمشي ويرجع لها تاني، وبعدين يستغفر ربنا أفسدت عليه عبادته، بدأ يصلي ويفاجئ وهو في الصلاة بيلاقي صورتها قدامه، حتى ما وقع في الفتنة ووقع بها عياذا بالله وحملت هذه الفتاة. بدأ الشيطان يقول له ايه الحل بقى، هتعمل ايه؟ طب انت رجل فاضل ووقعت في ذنب، ما فيش مشكله، ما فيش حد في الدنيا ما وقعش في ذنب، وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، بس المشكله ان الذنب ده ترتب عليه ان البنت بقت حامل، لما يجي اخواتها تقول لهم ايه؟ دي مشكله كبيره، ده انت هتتفضح. قال له طب والحل؟
قال له الحل انا شايف حاجه واحده بس. قال له ايه؟ قال له انتظر لحد ما هي تولد، وبعد ما تولد اقتل ابنها. قال له خلاص مش مرت الايام وولدت الفتاه، والشباب اتاخروا فتره كبيره جدا وكده، وبعد ما ولدت راح واخد ابنها وراح قتله. فلما قتله فهي بقى صرخت وعملت مشاكل وقالت له هفضحك واقول لاخواتي، فراح قتلها هي كمان. قتلها ودفنها هي وطفلها في مكان واحد. وبعد ما بعد ايام كده رجع اخواتها الثلاثه دخلوا عليه، عمل نفسه حزين وبدا يتباكى ومش عارف ايه، وقضى الله ما شاء فعل، واختكم اخت فاضله وانسانه محترمه جدا وكانت من خيره البنات ولا يمكن ما شفتش حد في اخلاقها ابدا ولا في تدينها ابدا، وقضى الله ما شاء فعل. بعد ما مشيت فتره هي ماتت وانا دفنتها في المكان الفلاني. بكى الثلاثه على اختهم ورجعوا البيت وخلاص قضى الله ما شاء فعل، وشكروه على ان هو استضاف الفتره دي كلها ومشوا. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشيطان يجي لهم في المنام، هم الثلاثه يجي لدوت في المنام وفي نفس الوقت يجي للثاني وللثالث ويخليهم يشوفوا رؤيه واحده، ان العابد بتاع بني اسرائيل ده اللي هو برصيصه زنى باختكم وحملت فقتلها هي وابنها، ولو حبيتوا تعرفوا اصحوا تعالوا اوريكم المكان بتاع القبر واحفروا وشوفوها مقتوله. فواحد قام فقال لي ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا شفت رؤيه كده مزعجه جدا، لا 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 طب خلاص بقى يعني اكيد ده حاجه ما. فلقى الثاني بيحكي له نفس الكلام، ولقى الثالث بيحكي، قال لا ده مش مجرد بقى ايه، مش مجرد رؤيه كده عجيبه، لا تعالوا بقى نشوف ايه الوضع بقى. فقاموا فتمثل لهم الشيطان في صوره رجل وخدهم هم الثلاثه وقال لهم احفروا، فحفروا فلقوا اختهم مقتوله ولقوا ابنها الطفل الصغير مقتول جنبها. راحوا جابوا العابد وراحوا صلبينه وراحوا معلقينه وهيقتلوا خلاص. جاله الشيطان وقال له أنا الشيطان وأنا اللي وقعتك في كل اللي حصل لك دوت، ومحدش هيقدر ينجيك في الدنيا دي كلها إلا أنا. قال له كيف النجاة؟ قال له هنجيك، مش خلي حد يجيب سيرتك ومش هتتفضح، وهستر عليك وخلي الموضوع كأن لم يكن، وترجع تاني برصيصة إلى عابد بتاع بني إسرائيل اللي بيضرب بيه المثل في الأخلاق والعبادة. قال له ايه الحل؟ قال لي تسجد لي سجده واحده وانا هنجيك من كل ده. قال له حاضر. فسجد له فكفر بالله سبحانه وتعالى، فتنحى عنه الشيطان وقال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ومات برصيص العابد كافرا مشركا مشركا عبد الشيطان من دون الله بسبب خطوات الشيطان. ده كان مناسبة نزول الآيات ديت. المولى عز وجل بيذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ان هو يذكر الأمة ان في خطوات للشيطان ممكن يضل بها اي واحد فيكم، فلازم تاخد بالك. مع اول خطوة اقفل الباب. لما اكون انا عارف ان انا لو قعدت في المكان الفلاني انا في الوقت ده ممكن اكون جريء جدا على المعصية، ابعد عن مكان المعصية. لما اكون مع الصديق الفلاني او تكوني مع زميلتك الفلانية بتجرأي جدا على معصية ربنا، ابعدي عنها تماما. لما اكون في الوقت الفلاني واقف في الحتة الفلانية وبيحصل معايا مشاكل وبقع في معاصي وما غضش بصري ابعد عن المكان دوت. لا تتبعوا خطوات الشيطان. وعمره ما الشيطان بيجي يقول للإنسان افعل الفاحشة مرة واحدة، هو ذكي جدا. هو يجي يقول لك ايه المشكلة ان انت تنظر للصورة ديت، والنظرة للصورة ديت يعني من باب بس التأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. يا اخي بص لها قول سبحان الله، زي ما بعض الزمان كنا نسمع حاجة غريبة جدا، واحد يقول لك ايه المشكلة ان انت تروح شاطئ البحر وتقعد تتفرج على البنات اللي قاعدين على شاطئ البحر وتتأمل في بديع خلق الله وتقول سبحان الله، ان عملت كده انت عابد لله سبحانه وتعالى. كأن الجمال اللي في الدنيا دي كلها خلص، ما فيش جمال لا في السماوات ولا في الجبال ولا الارض ولا الاشجار ولا الانهار ولا اي حاجة، ولا حتى قول المولى عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون، ولا حتى ان الانسان يتأمل في بديع خلق الله في خلقته هو في الانسان نفسه علشان يقول سبحان الله سبحان الملك. فهي خطوات. بص الصورة دي في المجلة، وبعدين بص لها في التلفزيون، وبعدين بص لها ماشية في الشارع، انت رجل فاضل مش تتأثر، وبعدين وبعدين وبعدين، حد ما يلاقي الانسان نفسه وقع في معصية ورا معصية. إن الإنسان إذا أذنب أو إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن لم يتب نكتت فيه، ظلت هذه النقطة في قلبي حاجة كده، نقطة سودة في قلبي. فإن فضل بقى الذنوب تتتابع ذنب ورا ذنب، هو لم يتب أبدا، يحصل إيه؟ يحصل الران
أو الراين على القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تعالوا نكمل مع بعض آية وحكاية، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. يعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أديكم شفتوا خطوات الشيطان بيمشي مع الإنسان إزاي. ولذلك كما تسبب الشيطان في إخراج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة، هو برضو توعد أبناء سيدنا آدم، فقال الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، في آية تانية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لأن ما ينفعش أن أنت تتخذ الشيطان حبيب. ظهر في الآونة الأخيرة لو تفتكروا من كم سنة كده، كان ظهر بعض الشباب المرفه، ومنهم ناس بقى يعني أولاد فنانين وأولاد سياسيين وأولاد ناس أصحاب مراكز كبار جدا، وكانوا عاملين شلة كده ومسمين نفسهم عبدة الشيطان، ويقول لك الشيطان ده كده مفيش زيه، ده أجدع واحد في الدنيا، ده الوحيد اللي وقف وقال كلمة الحق، خد بالك. والشيطان زينا لهم بذلك، وكانوا بيعملوا احتفالات شيطانية عجيبة الشكل، مرة في الفيلا دي ومرة في القصر ده ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، لحد ما اتمسكوا. يعني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ تخيل ده يقال لهم يوم القيامة، إن ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول لأمثال هؤلاء يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا، لأن طبعا ما كانش حد فينا ممكن يتخيل أو ممكن نعتقد إن عبادة الشيطان هو اتباع الشيطان، وده وارد طبعا. إن أنا إيه؟ إن أنا أقول لذلك لما دخل عدي بن حاتم الطائي، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من القرآن، فقال له عدي بن حاتم ما اتخذناهم يعني أولياء ولا آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، إن أنتوا النهاردة بتعبدوا الأحبار والرهبان من دون الله سبحانه وتعالى بسبب أنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال، فتلك عبادتكم إياهم. فشاهد في الموضوع أن شوف بقى لما يجي إنسان ويسمع كلام الشيطان ويطيعه ويعصي الرحمن سبحانه وتعالى فتلك عبادته للشيطان. فزاد على ذلك بقى أن بقى ناس عبدوا الشيطان صراحة، قالوا هو ده الإله بتاعنا، اللي هم كانوا يسموا نفسهم ايه؟ عبادة الشيطان. فالمولى عز وجل يوبخهم يوم القيامة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. كانش في عقل عشان تعرف فين طريق الرحمن وفين طريق الشيطان. علشان كده شوف يعني الشيطان شو بيدخل لك المداخل عامله ازاي. كان يحكى ان رجل من بني اسرائيل، رجل عابد ورجل محترم ورجل فاضل، خد بالك هو دايما الشيطان ما يخشش غير على الناس العباد، بيصعب عليه قوي ما يقدرش ان هو يخش للعلماء. ليه؟ شوف ابليس يحكى عنه في بعض الاثار انه قيل له نراك تفرح، ده مين اللي بيقوله كده؟ الاباريس بقى اللي تحت ايديه الصبيان بتوعه، يعني نراك تفرح بموت العالم اكثر مما تفرح بموت العابد. قال لهم أجل، إن العالم أشد علي من 100 عابد. قالوا كيف ذلك؟ قال لهم تعالوا أوريكم بقى التجربة اللي قدام عينكم ونتمثل في صورة بشر وننزل كده ونجربه. فنزلوا راحوا الواحد عابد، فإبليس سأله قال له أيها العابد هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة؟ قال له بيضة؟ لا طبعا ربنا ما يقدرش يخليها في بيضة. فنظر إبليس إلى أعوانه وقال لقد كفر بإجابتي، فأنكر قدرة الله عز وجل. خرجوا من عند العابد وراحوا رايحين لواحد عالم. دخل عليه إبليس فقال له أيها العالم هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة؟ طبعا. قال له طبعا، المولى عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال له كيف ذلك؟ قال إما أن يصغر الكون ويجعله داخل البيضة، وإما أن يكبر البيضة فيجعلها تحيط بالكون، فالله قدرته عز وجل لا تحدها حدود. فقال لهم هل علمتم
كيف أني أفرح بموت العالم أكثر مما أفرح بموت العابد؟ لأن العالم ده بيفسد عليا كل اللي أنا بعمله. أنا أفضل شغال في إضلال العباد سنة كاملة ويجي العالم بكلمة واحدة يبصر الناس بالحقيقة، فالناس كلها تهتدي وترجع تاني لطريق ربنا سبحانه وتعالى. فشاهد في الموضوع أن في واحد بني إسرائيل كان رجل عابد. الرجل ده في يوم من الأيام سمع إن في شجرة بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، الناس بيروحوا يتبركوا بيها ويقولوا يا شجرة انفعينا، يا شجرة خلي بنتي تحمل، يا شجرة خلي ابني يشفى من مرض، يا شجرة. فبدأوا يعبدوا الشجرة من دون الله سبحانه وتعالى. قال والله لا يمكن أسيبها أبدا، لابد إن الناس تعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولا يمكن أسمح بالشرك ده يقع في هذا المكان. خد الفاس حطه على كتفه ورايح عشان يقطع الشجرة. مين اللي قبله؟ قبله إبليس في صورة رجل. قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لقطع تلك الشجرة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال له لا تستطيع. قال له ومن يمنعني؟ قال أنا. قال له أنت؟ قال له أنت تمنعني. قال له أيوة. فجه رجل بقى حرم الفاس على الأرض ودخل ضد إبليس ده، واخد بالك؟ فصارعه. فإبليس قال له لا تصارعني مرة تانية، فراح صارعه مرة تانية، راح جايبه على الأرض. فإبليس لما لقى الموضوع مش نافع معه بالقوة، وان الرجل ده بقى عقدته إيمانه ما شاء الله صلبة جدا في قلبه، حدش يقدر عليه بسبب قوة الإيمان ده، قال له طب ما تيجي نتفاهم، انت ايه اللي هيضرك من ان الشجرة دي بتعبد؟ قال له ما ينفعش، ده شرك بالله سبحانه وتعالى، وانا عايز الناس كلها تعبد ربنا مش تعبد الشجرة. قال له طب اقول لك على فكرة حلوة، انت بتشتغل؟ قال له لا ما بشتغلش. قال له عندك فلوس؟ قال له انا راجل فقير جدا. قال له طب ارجع بيتك واستهدى كده، وهبعت لك كل يوم دينارين. قال له يعني ايه؟ قال له هدية ليك بس اقعد. قال له مين يضمن لي؟ قال له انا اضمن لك. قال له وادي اول دينارين هم، خذهم وكل يوم الصبح قوم الصبح كده شيل المخدة تلاقي تحتها دينارين. قال له طب خلاص، لانه عابد ما هوش عالم، فمش فاهم حاجة خالص بالمرة. الموضوع بالنسبة له كانت حمية، مش فاهمها انها ايه، ان المفروض ان انت صاحب العقيدة لا يتزحزح ابدا. فرجع البيت فرحان بالدينارين، مبلغ كبير بالنسبة له، وراح راجع البيت. تاني يوم الصبح صبح الصبحية يشيل المخدة لقى فعلا دينارين. تالت يوم لقى دينارين. رابع يوم ما لقاش حاجة، راح عمل ايه؟ راح شايل الفاس حطه على كتافه، قال والله العظيم لا اروح اقطع الشجره، لا يمكن اسيبها ابدا. خد بالك، عمل زي حنفي اللي لا يمكن كلمتي تنزل الارض ابدا، هتنزل المره دي، فهي نزلت بسبب دينارين. فراح خد الفاس وراح عشان يقطع ايه؟ عشان يقطع الشجره. وهو ماشي قبله مين؟ ابليس برضه في صوره رجل. رايح فين يا خينا؟ قال له رايح اقطع الشجره. ليه؟ قالوا لانها بتعبد من دون الله. قال له مش هتروح. قال له يعني مش هروح؟ قال له انا مش قادر تروح تقطعها. قال له مين يمنعني؟ قال له انا همنعك. قال له انت تمنعني؟ قلت مش فاكر ان انا ضربتك مرتين وشاف. قال له طب حاول بس المره دي. فرمى الفاس وجي يضربه، فراح ابليس شايله وراح منزله على الارض. راجل نزل اتصدم من قوه الضربه، ارتطم في الارض، جسمه اتبهدل. فقال له ايه ده؟ من الذي قواك عليا؟ هو ايه اللي حصل؟ يعني انا كنت بضربك بسهوله جدا، ايه اللي خلاك تبقى قوي عليا كده؟ قال له انما كنت تستمد قوتك التي ضربتني بها مرتين قبل ذلك من عقيدتك وايمانك بربك، فكنت في المره الاولى خارج غضبه لله فربنا اللي اعانك عليا، اما المره دي انت خارج غضبه للدينارين، لانك لو لقيتهم كنت سكت، انما انت خارج لانك ما لقيتش الدينارين. فلما خرجت غضبه للدينارين ربنا خلى بينك وبيني، فخلني انا اللي ايه؟ اللي استقوى عليك. هي دي المساله، ان الشيطان ليه مداخل مع الناس، ليه مدخل مع انسان ان هو يقع في العشق المحرم عشان يضيعه، ليه مدخل مع انسان انه يخوفه من بكره ومن الفقر عشان يختلس او يرتشي او يسرق او ينصب او يعمل اي حاجه علشان يجلب المال، مع ان المال اللي جاي من الحرام ده والله ربنا ما بيبارك فيه. وليه مدخل مع الثالث، وليه مدخل مع الرابع، وليه مدخل؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، كما عند مسلم يقول ان ابليس ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سرايان. خد بالك الاباليس بتوعه يبعتهم بقى عشان يضلوا الناس ويرجعوا له في اخر اليوم بقى، يعمل ما كشف حساب عملت ايه؟ يقول له والله ما تركته حتى فعل الفاحشه. يقول له ما صنعت عشان هيتوب وهيبقى احسن من الاول. وانت ما تركته حتى صلك. قال له هيتوب برضه يرجع احسن من الاول. وانت ما تركته حتى فعل كذا. يقول له برضه هيتوب وهيبقى زي الفل. لحد اخر واحد يقول له والله ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي. يقول له نعمة أنت، ويقوم إبليس من العرش وياخده في حضنه، يقول له نعمة أنت، أنت
أكبر غاية لإبليس أنه يفرق بين الأزواج وأنه يخرب بيوت المسلمين، لأنه معروف أن المحضن اللي بتربى فيه المسلم والمسلمة هو البيت بين الأم والأب اللي بيربوه وبيطلعوا أجيال محترمة متدينة تعرف ربنا وبتحب ربنا وبتحب نبينا صلى الله عليه وسلم. من ضمن المداخل، وأختم بهذا المدخل البسيط، إني أنا مبارح وأنا بتكلم عن إخواننا في سوريا، أسأل الله عز وجل أن ينجيهم رب العالمين، كلمت فعلا وأنا أكررها مرة ثانية وثالثة وعشرة، نحن يجب علينا في هذا الوقت يا مسلمين نحن نقاطع الصين اللي كانت عونا على قتل إخواننا في سوريا. كل دم بيهراق في أرض سوريا في رقبة الصين وروسيا وحزب الشيطان اللي بيسموه حزب الله وإيران. الأربعة دول هم السبب في كل دماء التي تهراق الآن على أرض سوريا. فبعض الناس ممكن يدخلها الشيطان يقول الله ده هي السلع اللي ماشية دلوقتي، هي السلع الصينية. والله أسوأ، وأقسم بالله أسوأ، وأرض أنواع البضائع التي تروج في أرض مصر وفي كل أراضي الدول العربية هي المنتجات الصينية، وكلكم يعلم ذلك، كلكم يعلم فرق السما من العمى ما بين منتجات اليابان مثلا وبين منتجات الصين، أو بين منتجات ألمانيا وما بين منتجات الصين. أسوأ منتجات في العالم كلها هي منتجات الصين. فأنا عايز أقول يا جماعة لله لله ما ندفعش فلوس للصين علشان تستعين بالمال دوت على ذبح إخواننا في سوريا. أنتم تعلمون أن الصين بتمد سوريا بالسلاح، الجيش الوطني، الجيش بتاع بشار الأسد، إنما الجيش الحر أنتم تعلمون من الذي يمد له يد العون؟ الناس الأفاضل هم الذين يمدون لهم يد العون، إنما جيش بشار يمدهم حزب الله، إيران، روسيا، الصين. الأربعة دول عمالين بيدولوا كل اللي هو عايزه من أجل قتل إخواننا وأحبابنا ومن أجل اغتصاب أخواتنا وبناتنا في سوريا. ربنا يا رب يحفظهم يا رب العالمين، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج همهم يا رب العالمين، اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا وتكون سوريا قد تحررت يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأعتق رقابنا الليلة يا رب العالمين، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المستبين